الحمد لله رب العالمين، يوالي على عباده مواسم الخيرات ويحثهم على اغتنامها بالطاعة ليكفر عنهم سيئاتهم ويرفع من درجاتهم تفضلا منه وإحسانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله، أول سابق إلى الخيرات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين أثنى الله عليهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أما بعد، يا أيها المؤمنون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله في السر والعلن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إخوتي في الله، اعلموا أن في عشر ذي الحجة يوما جليلا عظيما، وهو يوم التاسع منها، وهو يوم غد إن شاء الله، وإنه يوم عرفة، وإنه ليوم مشهود ويوم عظيم أقسم الله تبارك وتعالى به بمكانته في الإسلام، فقال: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. فالشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة على قول أكثر العلماء. ويوم عرفة أحد الأيام المعلومات التي أثنى الله عليها في كتابه الكريم، قال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات عشر ذي الحجة ويوم عرفة أحد الأيام العشر التي أقسم الله بها، منبها على عظم فضلها وعلو قدرها. قال الله عز وجل: وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها عشر ذي الحجة. قال ابن كثير: وهو الصحيح. فيا أيها المؤمنون، إن يوم عرفة أحد الأيام العشرة المفضلة في أعمالها على غيرها من أيام السنة. ويوم عرفة أكمل الله فيه الملة وأتم به النعمة، وقد جاء الفضل في صيامه، وأنه سنة مؤكدة لغير الحاج، وهو أحد أيام تسع ذي الحجة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامها. فعن هنيدة بنت خالد رضي الله عنها، عن امرأة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الجميع، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. وجاء فضل خاص لصيام يوم عرفة دون هذه التسع، أن صيامه يكفر سنتين. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه الإمام مسلم. وهذا لغير الحاج، أما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف. عباد الله، اعلموا رحمني الله وإياكم أن الدعاء في يوم عرفة له فضل عظيم ومزية عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. صححه الألباني. إخوتي في الله، ولنعلم أن في ختام عشر ذي الحجة وهو يوم العاشر، وهو يوم النحر، أعظم الأيام عند الله. قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. رواه أبو داود وصححه الألباني. ويوم النحر هو اليوم الأول من أيام العيد، وهو يوم الحج الأكبر، سمي كذلك لما يجتمع فيه من أعمال جليلة كالوقوف بالمزدلفة ورمي جمرة العقبة
والنحر والحلق وطواف الإفاضة وصلاة العيد. ويوم القر هو اليوم الذي يلي يوم النحر وهو يوم الحادي عشر. عباد الله، ومن الأعمال الجليلة في يوم العيد نحر الأضحية، وقد أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية، ويجزئ الجذع من الضال وهو ما تم له ستة أشهر، والثني مما سواه أي من الإبل ما تم له خمس سنين، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الغنم ما تم له سنة واحدة، حيث يبدأ وقت التقرب إلى الله بذبح الأضاحي من بعد صلاة عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق، وأفضلها يوم العيد. ولا تجزئ في الهدي الأضحية إلا السليمة من المرض ونقص الأعضاء، والسليمة من الهزال. قال صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. كذلك أحبتي في الله، يستحب في يوم العيد إظهار البشر والسرور وصلة الأرحام ونبذ الشحناء والخلاف ومسامحة الخلق والعفو عنهم والتوسعة على العيال وإدخال السرور عليهم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه. الحمد لله يمن على من يشاء من عباده بالقبول والتوفيق، وأشكره على أن من علينا بحلول عشر ذي الحجة وقرب عيد الأضحى وأيام التشريق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هدانا لأكمل شريعة وأقوم طريق. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله ذو المجد الشريف والنسب العريق، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والتصديق، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اعلموا أن أيام التشريق أيام ذكر لله تعالى وشكر لله، ويحرم صيامها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. أخرجه الإمام مسلم، وهو يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهي الأيام المعدودات التي قال الله عز وجل فيها: واذكروا الله في أيام معدودات. فالواجب على المسلمين تقوى الله تعالى وعمارة أوقاتهم بذكره تعالى وشكره وطاعته، وشكره تعالى أن هدانا للإسلام وجعلنا من أمة سيد الأنام. عباد الله، صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير والرحمة المهداة، فقد أمركم بذلك المولى تبارك وتعالى، وهو أصدق القائلين إذ يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن صحابته الكرام ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب والتابعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم احمي حوزة هذا الدين، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمام المسلمين إمامنا ونائبه لما تحبه وترضاه ولما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الحق وتعينهم عليه، يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت،
ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورضاك ما تقر به أعيننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم ها نحن ندعوك. اللهم هؤلاء عبادك المؤمنون جاءوا إلى بيتك الكريم هذا. اللهم إن لكل عبد من عبادك هؤلاء حاجة في نفسه وأملا يسعى إلى تحقيقه. اللهم فاعط كل ذي حاجة حاجته. اللهم بلغ كل ذي مؤمل ما يؤمله وفوق ما يؤمله فيما يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة وفي هذا البلد المبارك وفي هذا الشهر المبارك ألا تغادر جمعنا إلا وقد غفرت ذنوبنا وأبدلت سيئاتنا حسنات وأعطيت سؤلنا فيما يرضيك عنا. اللهم اهد أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم. اللهم كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم ارزقنا عظيم برهم في الحياة وبعد الممات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المسلمين في جميع البلاد. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم اجمع شملهم وسدد رميهم. اللهم احفظهم ونساءهم وديارهم وأبناءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين فقد تجمعوا على هدم الإسلام والمسلمين وعلى قتل إخواننا الأبرياء. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم أعمي أبصارهم وبصائرهم. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد واجعلهم وأموالهم وطائراتهم وسفنهم غنيمة للإسلام والمسلمين يا قوي يا عزيز. اللهم أثلج صدور المسلمين والمؤمنين بهلاكهم ودمارهم وتشتيتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين أجمعين. اللهم اغفر لهم وسامحهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم وآنس وحشتهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. وارحمنا إلهنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجناديل والتراب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.